سيدة ساتلو. أهلا وسهلا. النقيب هشام صالح المتحدث باسم نادي ضباط الشرطة. النقيب مصطفى جمال الضابط بإدارة عمليات الأمن المركزي وعضو نادي ضباط الشرطة. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا بك. ويعني واسمحوا لي أبدأ في البداية سيادة النقيب هشام صالح، عايز أعرف أسباب غضب ضباط الشرطة. الناس كلها بتلومنا بقالنا فترة كبيرة قوي ان احنا دايما بنسمع اوامر، بنحتك في الشوارع، وزارة بتتغير كل شهرين ثلاثة. وصلنا لمرحلة من الكبت اللي هم لاحظوها الفترة الاخيرة، بس ما حدش كان ملاحظها غير اللي شغال في الجهاز. الزج بينا في كل الصراعات السياسية، كل اللي بيحصل في الشارع مش موضوع الناس نازلة بتعترض على قرارات، الناس نازلة بتعترض على في سخط على الانظمة السياسية. انا اللي في الوش، وقلت الكلام ده اكتر من مره، ان كل شيء في الحكومه بيتبلور ورا وزاره الداخليه في الوقت ده. اعتراضنا اليومين دول مش مطالب فئويه اطلاقا، احنا ما عندناش اي، احنا عندنا في حاجات فئويه كتير قوي ناقصه، ولكن انا نازل اليومين دول وبسجل اعتراضي لاول مره في التاريخ عن طريق كل ضباط شرطه مصر وجميع الافراد. بنقول كفايه، احنا بنتعرض في الشوارع، بنموت زي الناس بالظبط في مواجهه معاهم مالناش دخل بيها. احنا مش عايزين نتحط في صراع سياسي ابدا، ده المطلب الاساسي ليا دلوقتي. انا مش نازل اقول مرتبات ونازل اقول ساعات عمل بالرغم ان انا ببقى محتاجها، ولكن النازل دلوقتي عشان في بعض الساده الاعلاميين بيقولوا ان دي شويه مطالب فئويه. لا، هي مش مطالب فئويه، هي مطالب الشارع المستفيد منها، مطالب اهلي وجيراني مستفيدين منها قبل ما انا استفيد. انا مش نازل عشاني، انا نازل عشانهم اولا، لان هم اذا كانوا بيموتوا في اليوم مره، احنا بنموت الف مره من بعد الثوره لغايه دلوقتي. اتحطينا في خانه اتهام كتير جدا، رغم عندنا سلبيات في القانون، ثغرات كبيره قوي في شغلنا بتعيقنا ان احنا يعني نمارس عملنا بمهنيه. انا هقول لحضرتك على موضوع صغير، يكفي ان انا لما بضرب مسجل خطر وهو داخل عليا بسلاح في الشارع بتوجه لي تهمه القتل العمد، حتى لو بطلع بس انا بتوجه لي تهمه القتل العمد. في اي بلد في العالم بيحصل ده؟ بتطالبنا اشتغل ازاي في الشارع بكل كفاءه، وانا لما وقفت سواء ميكروباص ماشي عكسي نزل ضربني واعتدى عليا، خدت وديته النيابه، افرجت عنه بكفاله ما تقلش عن 100 جنيه، بضعي بمئات الجنيهات في اي قانون في العالم، وفي الاخر المحضر بيتحفظ وبيطلع. اشتغل ازاي في الجو العصيب ده؟ ومع ذلك قدمنا شهداء كتير قوي. احنا كل يوم واحد زميلنا بيقع قدامنا وبندفنه، احنا كل يوم بنشوف الحسره في عينين اهالينا في حاجات احنا مالناش ذنب فيها. جه الوقت اللي قلنا فيه لا، احنا بنعترض، لا احنا صوتنا لازم يتسمع. ما تطالبنيش ان انا اشتغل بكفاءه وانا بشتغل بدراع واحده، اوعى تطالبني باللي ليك وتسيب اللي عليك. وفي الاخر احنا في ساعه الازمه كل الناس بتتخلى عننا، كل واحد بيبص لنفسه، كل الفصائل السياسيه بتبص لنفسها وسايبيننا احنا ندفع الثمن. وفي الاخر يقولوا هيكله وتطهير، هيكله وتطهير، فلقنا هيكله وتطهير. يعني دكتور ولا مهندس ولا ماشي على عيني وعلى راسي ساعدني، بس انت انا ما افهمش في الهندسه، انت تفهم ايه في الامن؟ في خبر عندي، في ضباط جوه وزاره الداخليه عندهم افكار كبيره قوي بس مقفول عليهم الباب. افتحوا لنا الباب، خلونا نتنفس، احنا مكتوم نفسنا من قبل الثوره ومن بعد الثوره. فقلنا لا، كفايه صراعات، كفايه ان احنا صوتنا مش مسموع. هدي لحضرتك مثال صغير للمعاناه اللي احنا بنعانيها. من اربع خمس شهور نقيب زميلنا اسمه النقيب محمد ابو النصر مشالي الشهيد الله يرحمه، ده كان ضابط مباحث في اسوان. النقيب ده نزل مشاجره بين عيلتين واتضرب بالنار، قعد في المستشفى هناك من الساعه 5 اخر النهار لغايه الساعه 11:30 بينزف ومش قادرين يوقفوا النزيف، وطلبوا نقله للقاهره بطياره، والطيارة جت الساعة 12 بالليل، نقلته القاهرة الساعة 1:30، دخل مستشفى القوات المسلحة، تم بتر ساقه وتعرضه لتسمم، النقيب استشهد الصبح. مين المسؤول عن ده؟ ده حالة من ضمن اللي بيحصل لنا. أنا ما بقولكش إن إحنا، لا إحنا بنعاني. كم واحد في مصر يعرف واقعة ضابط زي ده؟ وغيره وغيره بينزل كل يوم بيتضرب بالنار. لما حضرتك تقول لي النهاردة أنت عامل إضراب وبتعطل مصالح الناس، لا أنا مش بعطل مصالح الناس، بالعكس. هات لي واحد النهارده، البلاغات اللي بتيجي النهارده للشرطه في ايام الاضراب دي احنا بنشتغل عليها. احنا انسحبنا من الشارع. يعني ايه انسحبنا من الشارع؟ ما توقفنيش في الشارع وخلاص. بمعنى ايه؟ ما تعتمدش على سياسه الكم وليس والكيف، لا، انت بدل ما تنزل 30 40 تشكيل امن مركزي يقف في الشارع يحسسهم ان احنا نازلين حرب، لا، انت تتعامل بالموقف والحدث بسياسه الكيف. اتعامل معاه، ده اللي بنفتقده في بعض القيادات الامنيه اللي الفتره اللي فاتت حطونا في مأزق. هو بيتمثل خوفهم من اتخاذ قرار وان هم ضحوا بينا كتير في الشارع عشان ما يتعرضوش للمساءله ويبقى مصيرهم السجن. بيبصوا على اللي قبلهم بيخافوا، حقه، بس انا حقي ما ترمينيش في النار وتسكت. احنا بنشوف المسلسلات الهزليه كل يوم في الميادين كلها،
اول ما الشرطه تنزل مولوتوف يطلع وكسر الرخام يبتدي. عايز اعرف حاجه، هو انا مؤمن بمقوله ان مش كل الصور بلطجيه ومش كل البلطجيه صور. انا فرق بينهم ازاي في الشارع؟ انا قلت الكلام ده كتير قوي، احنا بنطلع في الفضائيات اليومين دول وبقول للناس معلش احنا بنعتذر لكم ان احنا بنطلع كتير، بس احنا لازم نطلع المره دي عشان نقول لكم اسمعونا، احنا الفجوه بينكم وبيننا كبيره قوي، لازم نقللها، لازم تسمعونا اليومين دول، عشان اليومين دول احنا بننقذ وزاره الداخليه، لانها لو انهارت انتوا هتدفعوا الثمن معانا. في مخطط لاسقاطها كبير جدا، ولكن دي مسؤوليه الاساتذه اللي بيقعدوا طول النهار في التلفزيونات والفضائيات، دي مسؤوليه القيادات والاحزاب السياسيه والفصائل اللي بتبص لي في غلطي، انا بغلط وعندي سلبيات، انما ما تنساش ان انا بضحي عشانك، ما تنساش ان هم كانوا نايمين في البيت واحنا بننزل نحمي حدود سينا من غير ميه ولا كهرباء ولا شبكه موبايل، وتعرضنا لظروف صعبه قوي. انا عندي اخطاء في الجهاز وعندي ناس بتغلط موجوده واحنا هنحاسبهم، ومش ضد محاسبه اوعى فيهم، بس اوعى تاخد خطا فردي تعمم عليه الجهاز زي وقائع الاعتداء في الشوارع او وقائع السحل او او او. اذا كان في مواطن بيتسحل في الشارع، عندي ضباط بتتسحل، عندي ضباط ومش اي ضباط، ده لواءات بتتخطف من عربيات مدرعات وبتتضرب وبتتحرق مركباتهم. الكلام ده مين المستفيد منه؟ هقول لحضرتك عشان ما اطولش عشان الساده الضيوف. النهارده اللي حصل في نادي الشرطه في اتحاد الكوره ده اسفاف. نادي الشرطه بيخشوا ناس مدنيين، ده ما بيبقاش شرطه بس، بيخشوا ناس مدنيين في قاعات الافراح والطعام. النهارده حصل اجرام وفعل قبيح من ناس ما اوصفهمش غير بالدناءه، انا ما اعرفش هم مين ومش عايز اعرف. دخلوا على سيدات واطفال صغيره وناس عواجيز جريوا ويتخنقوا من النار وقعدوا طردوهم جوه النادي بمنظر بشع، يعني يدل على الحقاره للي عمله. احنا الموضوع ده مش هيعدي على خير ومش هينفع يعدي، لان السيدات والاطفال والناس الكبيره دي مالهاش ذنب تدفع اخطاء. انت لو ليك حساب معايا انا تعالى قولهولي، خده بالقانون، تعالى اضربني زي ما بتيجي كل مره. انما الستات والناس الكبار اللي بتدفع ثمن حاجات مالهاش ذنب ليه؟ ايه نادي اجتماعي بتخش تقتحمه وتحرقه باي منطق؟ وارجع اقول العيب مش عليهم، العيب على اللي سايبهم بيعمل كده وبيستتر الفعل دوت ان هو غضب او تنفيس او كبت او عدم رضا على احكام. لا، ده مش سبب ان انت تعتدي. احنا عندنا احكام كتير ما كناش راضيين عليها على زمايلنا وسكتنا، ما حدش يتكلم احتراما للقضاء، ولكن الموضوع زاد عن حد. وارجوكم ما تزجوش بينا في حاجات مالناش دعوه بيها، ارجوكم فوقوا للي بيخرب. انتوا بتشوفوا بعينكم الناس بتعتدي وماسكه سلاح في الشارع ومع ذلك بتسيبوهم تحت مين المستفيد؟ انا مش عارف. سيادة النقيب مصطفى جمال، قطاع الامن المركزي من أكبر